إذن مشاهدينا الكرام استمعنا لوجهات نظر ويعني آراء الحقيقة في هذا الموضوع، وحابين نروح هيك لتفاصيل ونروح لحوار ونروح لنقاش، واسمحوا لنا للحديث في هذا الموضوع أن نرحب عبر تقنية سكايب بالكاتب والمحلل السياسي الدكتور فوزي السمهوري. دكتور فوزي مساء الخير. مساء النور لك وللسادة المشاهدين الكرام. تحياتي لك دكتور. يعني حابين بداية نسمع وجهة نظرك بالمعادلة اللي أنا بشوفها يمكن شائكة واللي إحنا منعيشها اليوم بخيارات الحكومة، ما بين التشديد الإجراءات من أجل الحفاظ على صحة المواطنين الأردنيين وحياتهم، وما بين المطالب بإرخاء هذه الإجراءات من أجل إنعاش عجلة الاقتصاد والإنتاج. كيف تقرأ هذه المعادلة دكتور؟ مرة أخرى أعتقد أن الهدف الرئيسي الذي يجب أن تنصب جهود الحكومة الأردنية في هذه المرحلة كما انصبت خلال المرحلة السابقة، وهي أن تكفل صحة المواطن وحياته. لأنه عندما نتحدث فيما لو تم اتخاذ أي إجراء مبكرا أو مستعجلا قبل وقته المناسب، أعتقد أنه سيعود بالنتيجة العكسية عن الأهداف التي توختها الحكومة أو التي حتى تتوخاها بعض القطاعات الاقتصادية. لذلك عندما نتحدث عن توازن ما بين عجلة الاقتصاد وما بين صحة الشعب الأردني بغالبيته الساحقة، أعتقد أن الغلبة يجب أن تكون لصحة واستقرار الشعب، لأنه لا يمكن أن يكون هناك عجلة اقتصاد إذا ما تم تفشي المرض لا سمح الله على نطاق واسع. لذلك الآن وكلنا شاهدنا من خلال الرقابة في وسائل الإعلام كيف أن بعض الدول التي تهاونت من أجل فضلت الاقتصاد على الصحة، كيف أن هناك الآن الحالات بعشرات الآلاف والتوقعات مسؤوليهم أنها قد تصل إلى من القتلى. لذلك عندما نتحدث عن هذا الموضوع بالذات، أنا أعتقد هناك بعض القطاعات كما عملت الحكومة لحوالي أسبوعين عندما فتحت المجال أمام الأشياء الأساسية، الغذاء والسوبر ماركت وغيرها، أعتقد كانت خطوة مناسبة. أما الآن بالرغم من أن الحكومة اليوم فتحت قطاع الاتصالات، أنا كنت أفضل أن يفتحوا قطاع الأطباء العيادات الخاصة، لأن هناك الكثير من المرضى بدلا من أن يذهبوا إلى المستشفيات ويشكلوا ضغطا على المستشفيات في ظل تفشي المرض أو في ظل الوقاية من المرض، عليهم أن يذهبوا إلى عيادات خاصة مع الاحتياطات. لذلك الآن أي نوع، خاصة اليوم كما قال معالي وزير الصحة بمؤتمر الصحفي أن هناك غير معلومتين المصدر، وهنا دائما في أي مكان تشكل الخطورة عندما يكون هناك إصابات أو بؤرة مرضية أن تشكل مصدر غير معلومات المصدر، لأنه عندئذ سيتم صعوبة بمكان أو ستأخذ وقت طويل إلى حين احتوائها والقضاء عليها. لذلك نتحدث عن قطاع اقتصادي، وأنا من هنا أتحدث أن الخسائر الاقتصادية للاقتصاديين أو لبعض الشركات التجارية أو بعض الصناعات أعتقد ستكون أضعاف فيما لو استشرى المرض لا سمح الله عن فيما لو تم تأخير إعادة عجلة الاقتصاد. الآن عندما نتحدث عن عجلة الاقتصاد أن هناك قطاع التوصيل لهذه الهايبر ماركت الكبرى وغيرها، إلا أننا من ملاحظاتنا ومتابعتنا أيضا وجدنا أن هناك عدم التزام كامل في اتخاذ الإجراءات الوقائية. لذلك كيف سنضمن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية إذا ما ارتفعت نسبة التواصل الاجتماعي؟ بمعنى آخر أن الهدف من التباعد الاجتماعي قد يكون أوشك أن ينتهي، وهذا غير مرغوب فيه وفقا لناحية طبية ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. لذلك أنا أدعو الحكومة أن لا ترضخ لأصوات الرأسمال، لأن رأسمالنا هو الشعب الأردني، أن يكون متمتعا بالصحة وعافية كما كان دوما يركز على ذلك جلالة الملك. يمكن البعض بيحكي دكتور أنه المسألة لا تتعلق فقط بأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وإنما بحياة الناس، وفي خطاب بنسمعه الآن أنه أنا ما بدي أموت من كورونا صح، بس ما بدي أموت من الجوع. يعني المعادلة هذه كيف بتشوفها دكتور، وخاصة أحوال عمال المياومة أصحاب المحلات اللي إذا ما اشتغل ما في فلوس وبالتالي ما في خبز؟ القاسية، وقد تحدثت عن ذلك
وسائل إعلام عديدة خلال الأيام الماضية. هنا الحكومة ما هو واجبها؟ نعم. واجب الحكومة هنا بالتعاون مع الضمان الاجتماعي أولا وهو الأساس، لأننا كلنا نعلم أنه الآن لا يوجد صاحب محل وعنده عامل واحد إلا أن يكون ملزما بالاشتراك في الضمان الاجتماعي. إذا أين مسؤولية الضمان الاجتماعي في تغطية هؤلاء المنتسبين وحمايتهم من البطالة وحمايتهم من الفقر؟ نعم. إذا هذه النقطة بالأساس أولا. اثنين، عندما نتحدث عن ذلك كلنا نعلم أن هناك الآن المؤسسات الاقتصادية وغيرها من الشخصيات الرأسماليين قاموا بتقديم تبرعات وصلت إلى ملايين، فليتم تخصيص جزء من هذه المخصصات من أجل على الأقل تزويد هؤلاء الذين تضرروا بما فقط يبقيهم على الحياة الكريمة من ناحية الغذاء. الآن لا مجال للرفاهية المواطن أن يقول أريد رفاهية، ولا مجال أيضا أتحدث عن أصحاب المحلات عندما تحدثنا عن أصحاب المحلات الآن. لماذا لا يتم في هذه المرحلة الحكومة الأردنية أن تعفي هؤلاء من ضرائب المبيعات ومن ضريبة الدخل من هنا إذا حتى نهاية العام؟ عندما نتحدث الآن أن الحكومة وأعلم أنه في حال نقصان وارداتها من الضرائب ستؤدي إلى مزيد من العجز، ولكن كلنا نعلم أن العجز هو على صعيد عالمي، ولكن مسؤولية أيضا الحكومة الأردنية أن تعزز اتصالاتها مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي الذي تم رصد مليارات من أجل دعم الدول لمكافحة كورونا. لذلك الآن تعتمد على مدى قدرة القدرة الحكومية للتواصل مع هذه المؤسسات الدولية من أجل تأمين الدعم كمنح وليس كقروض، وهذا واجب على المجتمع الدولي في هذه المرحلة. أعود وأقول أن هناك نقطة أخرى على أصحاب العقارات، بالرغم من أن هناك بتفسير قانون الدفاع لقد فسر أن أصحاب المحلات الذين تعطلت مصالحهم هؤلاء لا يشملهم يدفعوا أجور محلاتهم أو أجور مكاتبهم طوال فترة سيران قانون الدفاع. هذا بالتأكيد قرار هناك جيد، ولكن حتى نخفف العبء الحكومة عليها أيضا أن تتنازل عن مزيدا من مطالبها فيما يتعلق بالضرائب، وأن تعمل على تخفيض ضريبة المبيعات، وهذه فرصة أيضا أن تعمد إلى تعديل قانون المالكين المستأجرين ولو يصدر بقانون مؤقت. والآن كنا على وشك أن يتم حل أو فض الدورة البرلمانية بعد أسابيع إذا لم يكن هناك مبكرا من أجل إصدار قانون مؤقت في ظل قانون الدفاع، وبالتالي هكذا نحمي هؤلاء سواء العمال الموامي أو غيرهم. ثم هناك تساؤل أخير، عندما نتحدث الآن عن العمال وهؤلاء، حتى لو هناك الآن في ظل حظر التجول الآن المفروض وعدم حركة وهي نقطة، هل يعتقد أصحاب التجار التجزئة أو الجملة أن المواطن سينعش الاقتصاد؟ بالتأكيد لا، المواطن في هذه المرحلة يريد أن يؤكد ويضمن شيئين، الغذاء والصحة. هؤلاء هم هموم المواطن في هذه المرحلة. جميل. طيب هنا دكتور يعني أيضا حاب أسمع تشخيصك للحالة الأردنية الآن على المستوى الشعبي والرسمي، كيف تصف هذا التفاعل؟ وهل من مكاسب من الممكن أن نحققها وسط هذه الأزمة والمحنة برأيك؟ المكسب الرئيسي أن يتم احتواء الكايرون وأن لا يتوسع بدرجة أن يصبح وباء على مستوى القطر الأردن، بمعنى وباء أن يستفري أو كما يقال عنه في اللغة العربية الجائحة الواسعة. لذلك أنا أعتقد أن الأردن كوطن هو الذي سيكسب إذا ما استطعنا أن نحافظ على الأعداد ونحصر الأعداد في نطاقها الضيق. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ البداية بالتأكيد كنا نشجعها، لأنه ثبت علميا حتى الآن أنه لا سبيل للوقاية من فيروس الكورونا إلا عبارة عن قطع السلسلة التي ممكن تؤدي إلى انتشار هذا المرض. وعندما أتحدث عن سلسلة أي بمعنى آخر التواصل الاجتماعي، هذه السلسلة إذا عيد وصلها عندئذ نصبح هناك في تحسبات سلبية لا سمح الله. أما الشعب بالتأكيد ومن خلال قناة اليرموك أنني أدعو المواطن أن يعي شيئا واحدا، أنه في حال استجابتي لنصائح وزارة الصحة الأردنية هو الوحيد الذي سيكون الكاسب أولا، وليس جاره وليس قريبه وليس غيره. لذلك أدعوهم إلى الالتزام والتعاون مع الإجراءات الحكومية، لأن هذه أولا مصلحته الشخصية
ومصلحة والديه وإخوانه وأخواته بالدرجة الأولى. إذا ما تم كثرة تهتم في هذا البعد، عندئذ سنصل إلى مرحلة مبكرة جدا لمحاصرة والقضاء على هذا الوباء الذي يشكل في حال بقائه خطرا جديدا كبيرا. وعندما نتحدث عن خطر كبير، أعود وأكرر مرة أخرى أنه سيكون خطرا اجتماعيا وخطرا صحيا وخطرا اقتصاديا. لذلك علينا أن نتحدث في كيف أن يكون هناك لدينا منظومة متعاونة، وعي متعاون ما بين الجميع. وأنا لست مع الحكومة في إصدار بعض التهديدات، أنا لست مع ذلك. على الحكومة عندما تريد أن تأخذ قرارا عليها أن تفسر للمواطنين لماذا أخذته، وقبل اتخاذ هذا القرار عليها أن تمهد لهذا القرار بحملة توعية كاملة. وهذه أيضا، وأيضا من خلال قناتكم، أقول أن وسائل الإعلام أيضا هي معنية بالمشاركة في حملة التوعية. النقابات المهنية معنية بالمشاركة من خلال إصدار رسائل نصية قصيرة للهواتف. شركات الاتصالات عليها أن تقدم اتصالات ولو مجانية لحملات التوعية. إذا عندما نتحدث عن ذلك، أعتقد أن هذه المنظومة وهذه الخطة هي ستكون كفيلة في عملية قصف الكورونا. أما فيما تحدثنا عن المرض لا سمح الله، أعتقد أنه حتى الآن لا يوجد مرض شافي قاطع، ولكن هناك أدوية كما تتحدث منظمة الصحة العالمية تحد من عملية استفحال المرض. أيضا عندما نتحدث مرة أخرى، أقول عودة إلى سؤالك الأول، في حال فتح بعض الاقتصادات وزادت عدد المرضى، هل لدى الحكومة الأردنية القدرة على استيعاب هؤلاء المرضى في مستشفياتها حتى الخاصة؟ هل لدى المواطن القدرة على أن يدفع؟ لذلك أنا أعتقد الحكومة في هذه المرحلة أيضا معنية ليس بالوضع الصحي. الآن قانون الدفاع لا يكفي من وزارة الصناعة والتجارة كناطق باسم الحكومة أو كممثل عن الحكومة أن تصدر تحديد لأسعار 5-6 سلع وأن تكتفي الباقي. آن الأوان لإيقاف جشع بعض التجار أن يصدر قرار بتحديد كافة الأسعار ومعاقبة من يخالف هذه الأسعار. أيضا هناك من المهم جدا أن هؤلاء الإخوة الذين نكن لهم كل الاحترام، والذين تبوأوا أو لا زالوا يتبوأون مسؤولية الآن في الدولة الأردنية، سواء أعضاء برلمان، أعضاء مجلس أعيان، ومن عام وزارات كيرة، أن يكونوا قدوة للناس في امتثالهم وتنفيذهم لهذه التعليمات الصحية. وقد شاهدنا كيف أننا بالشوارع الآن هناك بعض السيارات بكون 2 أو 3 بسيارة لا حاطين كمامات ولا لابسين الفوف. وهؤلاء أنا شاهدت سيارة لأحد المسؤولين قبل أيام، وعندما ذهبت بزيارة ميدانية لأتحسس وضع الناس ومدى تعاون والتزام الناس في التعليمات. لذلك الآن شعبنا واعي، الآن لا نستهين بوعي الشعب، ولكننا بحاجة دوما إلى عملية الضخ التثقيفي التوعوي لأهمية تعاون المجتمع مع هذه التعليمات. وأعود وأكرر أن هي مصلحة الفرد أولا ومصلحة الأسرة ثانيا، ثم بعد ذلك مصلحة المجتمع، لأن التعاون الأسرة كل أسرة على حدة نقطع السلسلة التي ممكن تساعد أو تؤدي إلى انتشار واستفحال وباء وفيروس كورونا على بدي أشكرك الحقيقة دكتور على كل هذا الطرح وعلى كل ما تفضلت وما تقدمت به. نشكرك على وقتك ونشكرك على هذه المعلومات القيمة وهذه هذا التحليل وهذه النصائح. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي القدير الدكتور فوزي السمهوري، شكرا جزيلا. سنتوقف هنا في هذا الملف، نذهب إلى وقفة قصيرة مشاهدينا الكرام، نعود من بعدها للحديث بموضوع ذو صلة، ونتحدث عن القطاع الخاص، ونريد أن نتحدث عن نموذج غير النماذج التي سمعنا عنها في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من الرأسمال الجشع. نريد أن نستمع إلى وجهة نظر أخرى من نفس هذا القطاع، قطاع رجال الأعمال، فكونوا معنا.